بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حاب اللغة العربية ومع درس جديد من دروس التطبيقات الكتابية. المستوى الخامس، الوحدة الأولى، المجال مغاربة العالم. إذن من المفيد أن نتعرف على أهداف هذه الحصة، وهي أن تميزوا بين الفعل المجرد والفعل المزيد، وأن توظفوا أنواع الخبر بشكل سليم، ثم أن ترسموا حرف التاء في آخر الكلمات بشكل صحيح. قبل أن نبدأ في إنجاز الأنشطة، نتذكر بعض الظواهر اللغوية التي سبقت دراستها. أولاً، أعطي مثالين لفعلين مزيدين وفعلين مجردين. نبدأ بالفعلين المزيدين. من؟ أحسنتم. إذن يمكن أن نقول استعمل وانبعث. استعمل فعل مزيد بثلاثة أحرف، وانبعث فعل مزيد بحرفين. الآن فعلين مجردين. من؟ جيد. فعلين مجردين مثل جلس أو كتب أو رفرف. كتب فعل ثلاثي مجرد، ورفرف فعل رباعي مجرد. الآن أذكر أنواع الخبر في الجمل التالية. الجملة الأولى، المغربي في وطنه. ما نوع الخبر في هذه الجملة؟ فكروا مليا. أحسنتم، إنه شبه جملة. في وطنه شبه جملة من الجار والمجرور. الجملة الموالية، البدويون كرماء. ما نوع الخبر في هذه الجملة؟ نعم، أحسنتم، كرماء خبر مفرد. الجملة الموالية، المغربي يعتز بوطنه. ما نوع الخبر في هذه الجملة؟ فكروا مليا. جيد، يعتز بوطنه خبر جملة فعلية. الآن آتي بجملة تحتوي على كلمة تنتهي بتاء مربوطة وتاء مبسوطة. فكروا مليا. جيد، يمكن أن نقول حضرت المسافرات إلى المحطة في الموعد. حضرت، التاء مبسوطة لأنها اتصلت بالفعل. المسافرات أيضا مبسوطة لأنها في جمع المؤنث السالم. أما المحطة فهي بتاء مربوطة لأنها في اسم بعد فتحة ظاهرة، ويصح نطقها هاء، نقول محطة. ننتقل الآن إلى إنجاز التمارين ونقرأ النص. حلم العودة. محمد مهاجر يعتز بوطنه المغرب، فهو مولود في طنجة، لكنه لا يحتفظ بذكرياته عنها قبل الهجرة إلى فرنسا. وبالرغم من ذلك الغياب، بقي حلم العودة والاستقرار في الوطن راوده بسبب تشبعه بالهوية المغربية. إذا انطلاقا من هذا النص، أولا سنستخرج فعلين مزيدين. ثانيا أميز الفعل المجرد والفعل المزيد من الأفعال الآتية: تباعد، يدحرج، أنزلنا، ظهر، استقرأ، وانتقل. ثالثا أحول الأفعال الآتية إلى الزمن الماضي وأحدد نوعها: مجرد أو مزيد. الأفعال هي يجدون، يراودهم، أنتقل، تستقر، يقيمون، يبقى. رابعا أملأ الجدول حسب المطلوب. والمطلوب هو أن نحدد من هذه الجمل كل من المبتدأ والخبر، ثم نحدد نوع الخبر. الجملة الأولى هي السيارتان جاهزتان. المغرب تراثه أصيل. محمد يحب وطنه. الحاسوب فوق المكتب. خامسا أعرب الجملة التالية. عمر في المهجر. عمر كيف نعربها؟ في المهجر. سادسا أتمم بكتابة التاء المناسبة. استعدت أسرة سعيدة للسفر إلى مكة عبر الطائرة منذ ساعات.
أترككم لإنجاز هذه الأنشطة ونعود للتصحيح. السلام عليكم ورحمة الله. عودة إلى التصحيح. السؤال الأول كان: أستخرج من النص فعلين مزيدين، في النص توجد ثلاثة أفعال مزيدة، من اختار فعلين منهما فجوابه يكون صحيحا. يعتز من فعل اعتز وهو مزيد بهمزة الوصل والتاء، يحتفظ من فعل احتفظ مزيد بألف وتاء أيضا، يراوده بإسناد الفعل إلى ضمير الغائب في الماضي نقول راود. أما الهاء فليست من حروف الزيادة وإنما هي ضمير متصل. رقم 2، أبين المجرد والمزيد من الأفعال الآتية: تباعد فهو فعل مزيد، مزيد بالتاء والألف، يدحرج من فعل دحرج وهو فعل رباعي لكن حروفه كلها أصلية، إذن نكتبه في خانة الفعل المجرد. أنزلنا من فعل أنزل، النون هي ضمير متصل وليست من حروف الزيادة لكن الحرف المزيد فهو الهمزة، فنكتبه في خانة الفعل المزيد. ظهر، هذا دليل أن جميع حروفه أصلية، إذن فهو فعل مجرد. استقرأ، نلاحظ أنه مزيج بهمزة الوصل والسين والتاء، إذا نكتبه في خانة الفعل. أسأل الله وقتكم بخير ومرحبا بكم شباب في حلقة جديدة. أسأل الله وقتكم بخير ومرحبا بكم شباب في حلقة جديدة من مشاهدة القنوات المستعرض لكم في حلقة اليوم. أسأل مستعرض لكم ثلاثة تطبيقات لمشاهدة القنوات بالإضافة إلى مجرد أو مزيد. الفعل الأول يجدون، يجدون في الماضي تصبح وجدوا وهو فعل مجرد من فعل وجد لأن حروفه كلها أصلية. أما واو الجماعة فليست من حروف الزيادة وإنما هي ضمير متصل. الفعل الثاني يراودهم، يراودهم في الماضي نقول راودهم من فعل راود وجلي أنه مزيد بالألف. الفعل الثالث أنتقل في الماضي انتقلت، انتقلت فعل مزيد والتاء ليست من حروف الزيادة لأنها ضمير متصل بل حروف الزيادة هي همزة الوصل والتاء. الفعل الموالي تستقر في الماضي نقول استقرت، استقرت فعل مزيد لأنه مزيد بهمزة الوصل والسين والتاء. الفعل الموالي يقيمون في الماضي نقول أقاموا وهو فعل مزيد بالهمزة، أما الواو فهي ليست من حروف الزيادة وإنما ضمير متصل. يبقى فعل مجرد من بقي، إذن بقي في الماضي حروفه كلها أصلية. السؤال الرابع كان هو: أملأ الجدول حسب المطلوب، والمطلوب هو أن نحدد المبتدأ والخبر ونوع الخبر في كل هذه الجمل. الجملة الأولى تقول: السيارتان جاهزتان، أين هو المبتدأ؟ جيد، إنها السيارتان. وأين هو الخبر؟ أحسنتم، الخبر جاهزتان. الآن نوع الخبر، جيد، إنه مفرد. الجملة الموالية: المغرب تراثه أصيل، أين هو المبتدأ؟ نعم، المغرب. وأين هو الخبر؟ جيد، تراثه أصيل. الآن نوع الخبر، تراثه أصيل. نعم، أحسنتم، إنه جملة اسمية. الجملة الموالية: محمد يحب وطنه، أين هو المبتدأ؟ جيد، محمد. وأين هو الخبر؟ أحسنتم، يحب وطنه. الآن حددوا نوع هذا الخبر، يحب وطنه. جيد، إنه جملة فعلية. الجملة الأخيرة: الحاسوب فوق المكتب، أين هو المبتدأ؟ نعم، الحاسوب. وأين هو الخبر؟
طبعا فوق المكتب. الآن ما نوع هذا الخبر؟ فكروا مليا جيد، إنه شبه جملة. ننتقل إلى السؤال الأخير، الإعراب خامسا. أعرب الجملة التالية: عمر في المهجر. إذن عمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر. المهجر اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ. السؤال الأخير: أتمم بكتابة التاء المناسبة. استعدت أسرة رشيدة للسفر إلى مكة عبر الطائرة منذ ساعات. إذن استعدت بتاء مبسوطة لأنها اتصلت بالفعل. أسرة، كلمة أسرة وكلمة رشيدة وكلمة مكة وكلمة الطائرة كلها بتاء مربوطة لأنها في اسم بعد فتحة ويصح نطقها هاء. نقول أسرة ورشيدة ومكة والطائرة. أخيرا كلمة ساعات بتاء مبسوطة لأنها في جمع مؤنث بعد ينتهي بألف وتاء. إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.